درس بهدف توعية الطلبة بضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية في كافة الأماكن وبما فيها المدارس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الدائرتين. قامت مديريتا التربية وتوزيع الكهرباء في كركوك بالتنسيق فيما بينهما بزيارة بعض مدارس المحافظة، وذلك لتوعية الطلبة والتلاميذ وتعريفهم بمدى أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية، حيث أن المديريتين اتفقتا على أن توعية المواطنين تبدأ من المدارس لأنها نقطة انطلاق ثقافة الشعوب، وهذا دليل على ترجمة الواقع في العمل كفريق واحد على الأرض بمحافظة كركوك التي تتجه نحو تقدم أفضل يوما بعد يوم. تم الاتفاق مع مدير عام تربية كركوك المحترم مشكورا على زيارة قسم من المدارس في محافظة كركوك لتوضيح كيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المحافظة، لأن الأطفال في دور التعليم والتدريب صراحة المدرسة أو المعلمة لما يجي يوجه الطلبة خاصة الصفوف الأولى بالابتدائية وبالمتوسطة يوجه على إطفاء مصباح الغير ضروري، أعتقد هاي ثقافة احنا نتمناها الكل يتبع. بالتأكيد مديرية توزيع كهرباء كركوك تعي الدور المهم لمديرية التربية ولمدارسنا، لأن هذه المدارس أو من خلال المدارس سوف تدخل دائرة توزيع الكهرباء إلى كل بيت وتوصل رسالة حب لهذه المحافظة ورسالة حب لهذا الوطن عندما نرشد استهلاك الطاقة الكهربائية، وعندما يكون للطالب دور أو يشعر الطالب بالمسؤولية أو بأنه يستطيع أن يقدم شيء، أكيد هذه خطوة جبارة وخطوة جميلة جدا ومثمرة إن شاء الله. إدارات المدارس أكدت على أهمية هذا التنسيق المشترك ما بين الدوائر المذكورة، وبدورها أكدت على أنهم سيقومون بتوعية طلبتهم وتلاميذهم في المدارس لترشيد الكهرباء في أماكن التعليم وحتى في البيوت. اليوم زارنا مدير عام تربية كركوك مع مدير توزيع كهرباء كركوك لتوضيح محاضرة كمحاضرة لتوضيح مدى استهلاكنا للكهرباء، وطبعا إلقاء محاضرات للتلاميذ بالصفوف تبين ترشيد الاستهلاك. طبعا بين لنا مدير كهرباء كركوك بأن احنا كل ما استرشدنا بالطاقة الكهربائية نوفر طاقة كهربائية للمناطق اللي ما بها كهرباء. الأطفال هم يكونون قدوة، يعني من أبين أنا من أوضح لهم مثل ما ينقلون الدرس للبيت راح ينقلون المحاضرة همينة بأن يبينون بأن مدير الكهرباء بين لنا بأن كل ما احنا نسترشد في الطاقة الكهربائية كل ما نوفر طاقة أكثر للمناطق اللي ما بها كهرباء. طبعا هاي التوجيهات اللي انطانا مدير الكهرباء بالنسبة بحضور سيد مدير عام تربية كركوك تفيدنا إن شاء الله وتفيد الطالبات، ونوجه الطالبات بحيث نسوي الكل يستفادون من هذه التوجيهات. العمل كفريق واحد سمة الكركوكيين في المحافل المختلفة، فها هي دائرة خدمية تتفق مع أخرى تربوية لتوعية المواطنين بكيفية استخدام والتعامل مع الطاقة الكهربائية. هالغورد حسن، فضائية كركوك. بالعودة لملف الحرب ضد الإرهاب، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 55